رحت طلعت نزلت وجيت البيت شفت القروس شفت القروس شفت القروس شفت القروس كل جنس النسوان مسوس رحت طلعت نزلت وجيت البيت شفت القروس شفت القروس شفت القروس شا 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 علي طويل يا ويلي شا 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 علي طويل يا ويلي يا ويلي هي بدي عيش وأنا ميت وبدي موت أنا عايش بدي عيش وأنا ميت وبدي موت أنا عايش بدي أتسطح عالواقف وبدي وقف وأنا متسطح لك بدي أغرق وأنا فايش وبدي فوش وأنا الأرض دابحني تحرم علي النوم والأرض دابحني ست كاس ست 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 كاس ست 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 كاس ريحني ست كاس ست 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 كاس ست 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 كاس ريحني شعلت الأرض ست كاس ستي ستو كاس ريا ست 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 كاس ست كاس ست كاس ست كاس ريحني لك ميشال الله وين سمي بدنا نفس السيارة معيتكم شباب شوفي شو صار شوفي معيتكم شو
شو لو يا سي عايك مسخك السلام ما دخلني انا مين مع مين ما دخلني شو شوف شغل ايش انت انا صياد وهي سياره الصيد تبعي بام ريحتها مثل ريحه السيارات تبع الفار ما بعرف شو عم تسمع علينا انت صياد الله شبكم فاضي معي عمي وعمي وعب هدي تقعد دكافيس وكمان تروحنا شو بدك تغسل السيارة؟ اغسلوا لي اياها بعيدكم شوف عمي اذا ما اغسل لك اياها السيارة بترتب عليك عدة امور حط على ايدك اولا حط ثانية لا ثانية ثانية بس اولا بس واحد شو هي الله تنزلها روسية شبانية شو قالت انه بده حتى ينزل هداك لولا قالت كلمة ما بنساها بحياتي قالت تربل تربل معلم بدك تدفع تربل اذا ما اغسل لك اياها وليش ما؟ لك شو ليش لا؟ لك سيارة هي ما لك شايفة أصلا لك المقصة عندك بيكون مو عشبار بيكون مو عشبار كلنا غسلي شو بكرة سياري شو لا عمي مثل ما عم لك بدك بدك ما بدك على ما أخي بدي ماشي لك وان انت ريع عبي ما نغسل لك يا فوق بهيجي فوق فوق خلاص روحة تشرب شوي تاكل تشرب في عنا كل شيء في بوفي شراشة برانس قبل ما لاحق شو ما بدك فيه بدك تريح كمان حطه بالمكتب تبعك يلا يا يا روح معه 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 شوف وين صافي صافي على وانا كتو على وانا كحدا وليم فوق اليوم مش من حسن واحنا هون من البصر وانت من ثم ساكن لك خلصنا طبعا هذا الزلمة بستكتر فيها الفرحة ما بتشوفه عطو اذا راح هوي هوي يلا 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 خلصنا روح لنا لك شغل يلا حبيبي ولك يلا روح خلصنا روح خلصنا هل بدأ تفكيرك ايوه فكر فكر يا وليم معنك زعلان وفكر فكر يا وليم معنك زعلان مين بدك في هاي السالفه يا طيب البلاد يا عيون ابن عمي يا روح ابن عمي يا بهجة ابن عمي ما حاج؟ لا ما حاج انت ما سمعت ولا طيب كتيرك لا لا ما هيك قصدي شو قصدي؟ قصدي انه حاج قاعدة بالبيت هي قلنا اسبوع متجوزين وانا اشتقت للكازية لهنوف ولسوسن لماما الجاجات انا اشتقت لزبت الجاجات قاعدي مع جوزك بتقول الجاجات بك يا بنت الاوادم يا بنت العالم الناس بك العرسان بيقعدوا مع بعضهم مو بس اسبوع شهر شهرين ثلاثه شبكي امور هذا الحكي لحالك ليه ابوك انت رايح على الشغل وتاركني هون قاعده لحالي انا بطوب موت لحالي انا مضطر مجبر من اخاك الا بطل منين بدنا نعيش اذا ما رحت على الشغل منين بتجيب مكدوس بندوره كل بندوره جبته ب 40 ورقه امبارح ما بدي عبده ما بدي روح على الكازيه والله لسه ما شفتك منين شايفني بدي روح انا ما عاد ارجع بعدين نحن لازم نقنع امك مشان بقى نخلص من هذا الموضوع هي تقنع اخوك معروف بانه يعمروا لنا هي الاوضه مع المنتفعات والركازيه ما بدي ما بدنا نخلص من الموضوع خلاص طب ليه انت حابب الشنشطه يعني معقوله كل يوم تضلك اخذني جايبني اخذني جايبني امك وما رح تجي تقعد هون وانا ما رح اقعد لحالي عبدو فهمني والله فهمتك خلص ناويني اقعد لحالي خلص حبيبتي قلبي لعيونك والله انا رح لاقي حل الموضوع خلص توعدني خلص قول تقبرني يا صحتين برومس مو بعد وي لتحت شوي لفوق شوي انا في ارانب ولا ما في الا ما في ارانب ما في بدي ارانب بعدين طيب تعبيني شحاطه ما في شحاطه في قلب ايه قلب ما بحب القلب ما في كريك قلب يلا القلب قلب يلا دلليني يا هاي بيبي يا هاي بيبي شو في ايه عرفتوا لهذا هذا التخت تبع كان نايموني عليه لما كنت لحالي عسكري جرحوني
معلش حبيبتي لا تبكي لا تبكي. مسحي مسحي. تعال أقبليك هلا أقبليك حلو كثير خبري. شوف الله شوفي شو حلو هي. ليك اللي هي عملت لك هالغرفة كله هي مثل اللي فرحوني فرحوني فرحوني. كثير بحبك دللي. يا صافي وأنا بحبك فوت علي دللني دللني. أنت بتحبني؟ بحبك. قديش؟ قد النهر صافي يا صافي لك يلا قوم على شغلك مشان ما يقولوا بكرة مرته عطلته عن شغله. قوم صافي. حبيبي ليكي ما في أرانب ولا ما في؟ هلا ما في أرانب. روح على شغلك يلا يلا يلا. عيب عليك عيب عليك عيب. قليل أدب. أنا عايز شغلي. مين حبيبي أنا؟ فروجة؟ أنا صافي. مين كمان؟ أوه أنا. مين قلبي أنا؟ أنا. مين حياتي كلها أنا؟ صافي. أنا أعطيني هذا أعطيني شو هذا أشرب تحت أقوى منه. كلام. بس واحدة رح أعطيك إيه؟ مشان هذا اللي عندي لأنه أنا كتير بحبه. تبي على حالكم لحالك أوكي؟ أي ما شيء حياتي. ما حالي أنا. حبك أنا. وأنا بحبك. موت علي. مين أنا حبيبي؟ حبيبي أنا هنودك. هنودك. يلا. لا باي. مواه. يقبلني أنا عليك يقبلني هالطول. سكر سحابك حبيبي. بعت لك شو شوي. مين مين فتح الباب علينا؟ عليكي؟ ايه ما انا ما هني لا ما خلي حدا يفتح الباب علينا بلكي ما حدا بده يلبس. ايه يلا فهمتي؟ ايه سكري سكري سكرت ويلا خلصنا من هاي القصة. عبالك بهيجو؟ لا عمي أنا بكير علي. ايه مثل ما بدك. هات معلم حاسبونا. قديش؟ أربعين أربعين ليرة بس؟ شو بس؟ زيكا شككنا بحالنا؟ متأكد؟ حاسبنا يلا متأكد. ايه مسيك معلم هاي عشرة. سامح. السلام عليكم. الله معك. لك مو يا عم شو غشين عشرة هي ملقط. هذا ملقط شعر. ملقط شعر لا ملقط عادي مو شعر مو شعر. ها صافي. نعم حاسبته. ايه حاسبته. شيك شيك شو هاي؟ ها شو هاي حسابه الزلمي؟ ولك حسابه 2000 ليرة. لا ليك مكتوبة 40. ولك هي 40 لتر بنزين. ها 40 لتر بنزين. صافي نعم في مجال تعملنا خدمة لوجه الله ولأجل هالكازية؟ ها في مجال تخدمنا هالخدمة؟ ايه رحلك شهر عسل شهرين عسل ست شهور عسل سنة مؤبد عسل مؤبد عسل كانك عم تقلاني؟ لا 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 أبو هيك أنا بتتهموني يا 40 لتر يا جرحتوني ما بدي معقول 40 ليرة معقول يا ناس يا عالم ما لنا غير معدنا 2000 ناقص 50 1950 والله أنا لازم أخرج من هالكازية أحسن شيء. اسمع
يقبرني الله اللي خلقك انا يقبرني الله تبعك انا لك والله لنقبر الفقر قبرتك صياع بري عليك بري عليك لك ما قلت لك انت بس جيب لي طلبيات كتيره وانا اذا اشتد الشغل بقول له لمعروف انه يعمل لنا هنجار تاني ويمكن هنجار ثالث كمان يا سيدي الله يبعث الخير بس ابو عباس لازم تعرف شغله انه هون الصفات اغلى ب 50 ليره عرفت علي شلون لك ب 50 لك ب 60 لك ب 100 لك المهم تبيضوها انتوا هيك معي لك انا بقير عم ربي يتامى ما تاكل هم ما تاكل هم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ونقش وين عباس سلم سلم على الوالدي الله يخليك يلا ولا انت ويا دربل انت التوني يلا على يلا على انت درب كسور يلا حلو يلا لك ما معيط روح الله يرضى عليك روح عم نشتغل عنا شغل هون بالكندا خلصنا يا شباب يا لحتى يا حلو مثل ما الأولى بدي ولد بيشبهني بس بدي عيونه ومنخيره وتمه وهي الدقة تجي مع منه وإيديه سحبة إيديه وأضافيره حتى الملكية بدي إياه بيشبهي لك إيه بس هيك كله بيطلع لقلي لك هي عمل لك بدي إياه بيشبهي ويطلع إليك يا أختي شو العطل اللي فيك بالعكس أنت أحلى منك ما في أنا بدي إياه ويا ريت كمان بنت إيه بس من هلأ معروفة إذا جبنا بنت أنا بدي سميها لك سميها وسميني وسمميني وسممي الحارة كلياتها ما عندي مشكلة بس مهم أنت توافقي إمتى يعني أنت تعطينا إشارة من تمتومك هيك تقولي إنه اليوم منيح الخميس بس لازم خبر شلو بالأول إيه خبره شو المشكلة خبري بعتي له خبر ما عم يمشي الحال عم بتصل فيه موبايله مسكر ايوه طيب خلي هذا البرقول اللي عندك شو اسمه نادر خليه يروح هو يخبره بيخبره بيجي بي. اي والله برافو عليك بعته لعنده على الكليه ايه ورجيني فنجري يا امي لك يا محمد شو حلوه انت لك حلوه كثير تذكرت لما شفت عيوني شو الصياح هذا لك عملنا شغلة بالبيض على أساس لا نفتح معمل بيض ونعمل دقوق رسمي يعني كذا وهنغار وكذا هنغار وغيره يكي البيض الأحمر يكي ما عم يروح ماشي يا معدان الطبيرة الهيئة ماشي شباك شو صاير لك علامة شو صاير لك ما في شيء مغشص بالشوكولاتة لك هلا وقتك وقت شوكولاتة لك ما عم يروح يا أخي صلي ساعة نفرب بالليفة ما عم تروح إيه مو بالليفة لازم نفرب بشو؟ بالسيفة ليفة أيوة والله عم بقول بيني بين حالي هاي ما عم تنفع السيفة أحسن أي والله بعدين شو صاير لك أنت علامك شو صاير لك؟ بتعرف إنه كل مشاكل الكازية من ولا راسك؟ حتى انت لك روح عندنا ماشي ما انا يا شرطه فهمت علي ماشي لك روح عنا حل عنا هذا اللي ناقصنا والله احسن شيء بالسيفه افرك افرك يا ولي امانك زعلان وافرك افرك يا ولي امانك ايه تفضل ها ابن اول افرك افرك يا ولي امانك زعلان وافرك افرك يا ولي زرموني زرموني مين هدول؟ هدول تبون معروف وهذا والثالث كله عم يدينوا وعم يهيئن أنا خراب الكازية بسببي حبيبي هدول كلهم لا ترد عليهم اسمع أصلا هن بيغاروا منك كتير لأنك أذكى منهم ولأنك أحلى منهم إيه أنا مو زلمي أنا؟ لا أنا مو أنا بدي هي 40,000 أخذت منه 20 لتر بس ماشي خلص حبيبي أنت الله يخليك حبيبي هي شو دلليني شو بدك دللك تعنيني شحاتة ما في شحاتة في قلب ما بدي الله يخليك الله يخليك لا تعالي صار في كمان بدي كريك صافي صافي أنا جوعانة وأنا جوعانة طعميني صافي الله يخليك عن جد عم بحكي معك انا كتير جوعانه بدي لازم اكل واتغذى مشان مصطفى خلاص هلا بروح من شو بتاكلي شو باكل بدي اكل انا بقول لك شو هناك فروجه دي فروجين فروجه قديم صافي الله يخليك نواصه مشان الله نمرة مسلسل فيلم يا عم اذا بارك عم بقول كل 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 بلا تضحكي هلا راح اروح اجيب لك من عند هذا افجارنا نجيب لك البدله عدي على ايدك شو بدي اجيب لك حوت نابه
وشاورما اثنين بصل وفي فيلين سمك وحاجب لك جات جات الفيو مليان لهي. يا الله يا صافي قد ايه انت بتحبني كثير. لا بعرف ايه ما شفتيش صافي صافي الله يخليك بدي اكل انا جوعانه. الحمد لله اللي خلصت. هل قدي بنت الحرام؟ وليام؟ شو؟ ولك مو هاي نفس السيارة اللي كانت مطينة؟ هاي هي بذاتها اللي كانت مطينة. يا عيني لا تقلق لا تقلق. ايش هو هذا؟ كل الساعة بيوم واحد. هون احكي شو رايك خلصتوا السيارة هذيك وجبتوا واحدة ثانية؟ هذا الرزق عمي. معلم هي نفس السيارة اللي كانت مطينة. لك اي حاجة ما حاجة سلبية. والله يا الله خلصنا الله وكيلك يا سيارة بخيتوا سيارة ثانية بخيتوها. الله وكيلك يا معلم بسرعة هاي ما شاء الله شايفك قدامي هاي نفس السيارة المطينة. لا الله وكيلك مو حكي هذا. لك هاي نفس السيارة الحمراء نفسها. ما تعب علي يوم رأي يوم واحد بس ما تضرب كوني ما تضرب. الله يعطيك العافية. سيارتك والله سيارتك شو اسمه هنيك عم تشمس لك اياها لانه هون 70 درجة بالحرارة كوني ما بتلقاها. لك هي نمرة سيارتي. ايه يعني شو هي سيارتك؟ هي النمرة محطوطة على سيارتي. يعني سيارته الحمد لله الحمد لله يا شباب لقيتها معناتها سيارتك. شو بدك احلى من هيك؟ عمي انت ما عندك انترنت؟ عندي. عندك انت بتتهنى والله. ايه بس ليش؟ اه ليه سعيد ليش عندك يعني ما بتفوت على الانترنت ما بتشوف الالوان الحديثه؟ هذا اخر طخ باللون الحديث المطلع اللي على البيت هون بالارض. اخي انا هذا كله ما بيهمني بدي لون سيارتي. بدك لون سيارته؟ وين لون سيارته؟ يعني هاي سيارته. سيارتي طيب شو؟ أنا هارجي. شو بدك توزيني؟ لا يورجيك وانسي واحد يتعب تعسك. ايه يخربك فوق عمو خلق حفو الله كنتي لك احنا هكي سو عملتو لك يا يخربك فوق عمل معه احكي مع البحث صار بلق لك معه قطينا من البص كان مغبص فوق الصاج بشي شبرين جبت السيفة جبت الليفة افرد حب فأورد حب ما في أمل واش عمل جتني الفكرة جبت الدنر ياكي اطلع من القصة. ليش اطلع من القصة؟ ما بقدر اطلع من القصة. لك شو عاملين لك اولادي لحتى هاجم عليهم بالبوارين؟ يا ستي قبل الحدث كان لون سيارتي احمر. كان لون سيارته احمر. ايه صحيح. ايه صحيح. كمل. قررت اجي اغسلها بالكازية. نعم. غسلوا لي اياها بالتنر، رجع اللون القديم عليها. لا رجع اللون القديم عليها. رجع اللون القديم عليها. ايه وبعدين؟ خالي اطلع من القصة انت. لك تخلخل عظامك ان شاء الله مفكر حالك ابن اختي انت. العمى مش عم فكر حالك امي. ان شاء الله مفكر حالك انه انت ابني. ايه كمل لشوف. كلام له. كلم. خالي خليني انا متفاهم انا وياه. اخي اسمع اقول لك شغله، اذا انت هيك عم تحكي معنا شو قصتك انت؟ مالك مستعبرنا ولا شيء؟ طولي بالك شوي، اذا هيك خلي الرجال يحكوا معك. فوتي. صرعتنا لسما اول ما اجيت حامل هالبارودة. فكر حالك زلمه، فرصة حبي يا اخي. ايوه فرصة بقى. روح تعال في صارت سيارتك حمرا عنا. ايه خالي الله يحييك ابو هاسم. اسمع لك اخي وينك؟ نحن بالنسبه لنا بنعجبك كمان. اذا شغلتك مبلق لي ومو ظابطه معك امورك مني دعوه على افواه هاي هذيك. اذا بدك لا بس لانه سيارتك حمرا عم تخانقنا. ولك ارجع. وانا يا خالي بحب هذا اللون. لك شاب طويل عريض مشورب
عامل حاله قال يعني راكب سيارة حتى وضع عيب. امي خليني كمل حكي. كمل. انا قلت لك شو بدك احنا جاهزين قد ايه كلب سيارتك احنا بنحطه مباشرة ولا على فص الماي مو ديك ايوه ايوه شو بدك احنا جاهزين عمي شو بدها اخر شيء من اولها معلم السلام عليكم. عليك السلام. مين انت؟ السلام عليكم. مين السلام عليكم؟ مين انت؟ بهيج؟ بهيج؟ مين انت؟ بهيج مين؟ انا سميح اخويا بهيج. انا سميح اخويا بهيج. طلع انت سميح. شوي مين هذا؟ مين هذا؟ سميح معلم سميح اخي اهلين اهلين نسيت انت؟ مين انت؟ اخي انا قررت ونحن قررنا الحمد لله شو قررت؟ انا اللي قررت ونحن اللي قررنا قررنا قرر يا اخي مين ماسك شو مين قررت اخذ اجره البخ اه هون القصه ايوه لكم حقك الطبيعي اعطيه اعطوه 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 اجره البخ دائما هون القصه كلياتها تبع اللي هذا اللي بحل لك الموضوع موضوع شو بدي احلله يا عمي اعطيه مصاري انا بدي اعطيه مصاري لك سمعتنا عن شو لك شو مين بهيج لك شو مين انت انا سميح اخويا بهيج مرة انت سميح اخويا بهيج وانت والله انت شو بدك اخي منه بدي اجره البخ قديش بده 20000 ليره 20000 برامج مين ألف بهيج؟ مين جيب لك 20000 بهيج؟ قد ايه عم يسوى البهيج اليوم؟ والله حسب البرنت طالع نازل 47 47 والله غيان بهيج اخي والله صعب بدك بهيج عطيه تقول له اياهم تقول له اياهم من السوق السوداء عطيه يلا شو عطيه؟ شايف ببنكر يا معلم شو رايك افتح لك انا اعمل بهيج صراف عالي بتعمل بطاقه بهيج بتحط بهيج بتاخذ مصاري شو رايك؟ ما عاد مرتاح انت عطيه شو بدك هلا انت؟ بدي اجره البخ قد ايه؟ 20000 يعني 4000 رح تصير الامن 4000 بهيج بده 20000 بهيج مين اعطيه خلاص 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 اخي انت شوف شلون بدك انا بحل الموضوع انا شي سميح ليش خلص خلص وينك قوي بولا مو تكفلها بهيج نفدي 20000 بهيج بيكونوا بيرتك خلال السلام عليكم هلا وقتك انت مو شايفنا نحن متأسرين وفوت فوت فوت لجوا سميح مرحبا 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 بالباء بالباء ما مرحبا اما بالشباك مغسل فاضي بدي اغسل سيارتي اغسلوا ملك مصلحه بنوبه جبت لهم سيارتي ليغسلوها كان وين من بعد ما غسلوا لي اياها صار لونها ليش شو كان لونها بقى شوف اول يطلع عليك في عندك احد خيارين يا سامي لا لبنان اول يا اما بدك نسوي لك سيارتك بيطلع لونها يا اما لا اخي السلام عليكم عليكم السلام عمر مجانين هذول جماعة دول ايه جوا جوا مرحبا 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 لك ايه ما مرحبا مين انت بالباب بالباب ايه سيدي شوفوا معلم هاي اماني زمي عينا هاي الغازية هي لحظة شوي هاتني ايدي بعتك سيب شوي عمي شو زمي ما زمي شو يعني دين يعني يا اخي فهم القصة اول شيء مين انت دين ايه مين انت اللي باخدها منك بعدين هذا يا سيدي انا مشيت 3 اسابيع تقريبا جيت لهون لعبي بنزين كان السيل صافي مثلا لحظة اخيرة كم فيقنا حاولنا نفيق ما كان في معنا بقى انا كنت مضطر بدي امشي يعني صحيح حملنا حالنا مشينا طبعا بعد ما عبينا بنزين وما حسبنا
سافرت والحمد لله اليوم اجتنا من السفر خير وسلامة ومشي لعندكم الله سلامة تفضل معلم معناته تبعنا كثر خيرك عمي والله أمي شو هذا السيد صافي السيد صافي وين هذا السيد صافي دفع 11 وين قديش أنا قديش أنا مارق على راسي أكابر وتركتورة وشهامة وشرف مثلك عيني ما رأي والله شافي شكرا شكرا حبيبي إحنا بنوصيك شيء بس نصيحة مني من أخ لأخو هذا المنام اللي حكيت لنا لا تحكي لحدا لأنه بيتحقق إيه لك خلاص روح أنت بس ما بدنا شيء منك السلام عليكم السلام عليكم والله مو شايفني عم بحكي بالعمو شايف لك اذا بتضلك على هالشغيله اللي عندك هاي حتنخرب الكازيه فوق راسك والله انا شايف لك انه احنا لازم ما في طول يا شباب معروف بتفيني الخلصيت بتفيني الخلصيت انا تفيني انت شو عرفك الموضوع هو قال لي لا ما قلت لي قلت لي لك اخلص ما دخلني انا هاي اللي قال لي ما دخلني انا نايم انا اخي انا مصرياتي واخذتهم في عندي شويه عقل خليهم براسي وامشي السلام عليكم معروف معلم معروف معلم معروف خير الله ما يجعله خير يا لطيف راح شو هاي منعوني شبته ولا يا أمي أمي شبته بنامي الواحد حامل بعودة حاصلها براسه لمحيش ومتى يغوصه هو عظيم ليك أنا شو شفت بمنامي شفتك عم تيجي تدهن هالسيارة لون أحمر عم تحط لها سبيداج وعم تقحطها هيك حتى ما عاد بيان لونها آخ يا ميمة لو إنك تشوفي بس أني شو حلمت شو نحملت واحد جاي معبي من الكازية ومو ماخذ مصاري ورايح وهسع إجا وسدد الألف ليرة اللي عليه هسع هسع لو تعرفونا شو حلمت شو أنا حلمت إنه بعيش عند واحد اسمه سمي صافي لك ساعتين عم تقلي انفخي شو بدي انفخ هيلا حالة ايش كيف يعني ما فهمت عليك انت مين ما حدا افتحي افتحي قومي قومي افتحي يلا يلا مرحبا عمي عطلت لك عن شيء اي عمي عمي انت فيك تعتبر حالك ميت خالص يعني من الدنيا كلها ما عاد لك شيء حياتك ومستقبلك وقعدتك هون انا كلها على حسابي عرفت شنو حتى لما منها عم تحكي معي لما بتجيب اولاد حتى اولادك مدارسهم حكمتهم احفاظاتهم كل شيء بتكفل فيهم بالخليشات بالسنجبيسون المدارس هي عندي انا متكفل فيهم لاخر بلقلي حتى اذا بدك على فكره انا هلا حفصلك الشهاده احط لك بس يستر عرضك هل قصير بعد تنزل لتحت ماشي شوف انت انا ماشي تكلنا على الله بدك شيء عمي عطلتك ما تفخذ خاطرك حلي مع السلامة ليش عم تحكي هيك ولك معروف ما عنا حدا بالاسم شو هالحكي؟ تكد الله يخليك نحن عاوزينه ضروري عرس اخته قرب ولازم تاخذ موافقته يا حبيبي ما عندنا طالب بالاسم هذا مو قلتي لي اسمه شلو؟ اي نعم شلو اي ما عندنا يمكن كلية طب الاسنان اي والله يمكن وين هي الكلية؟ المبنى اللي على اليمين على اليمين؟ ايوه يعطيك العافية الله يعافيك شلو Thank you.
والله اخوك حسام رح يجن عليك وما خلينا مكان الا ما سالنا فيه عليك بالمستشفيات وبالمخافر حتى على الحدود صار اسمك معمر ومن فتره فت عليه على غير تعنيك لا طول بالك ما بدك لهذا اخي ليش يعني لانه مشتاق لك كثير وفكرك ميت بصراحه لك لا شو هالحكي شوف فكر لك انت لك هذا اخوك عصام كثير حلو هم بعد موت امك وابوك الله يرحمه هو اللي ربانا بحسن مثل ابنه طول بالك طول بالك خلاص ما بدي هيك شوف دموعه كلها كم يوم بتلاقيني عندكم يا اخي انت ما في مشكله جاع انت ما بدك بس انه فهمني انت ليش هربت وقطعتنا على الاضحى خلصنا خلصنا سميح شو القصة تحقيدك تعمل معي كل كم يوم بيدوب التلج ويبان المرج سلم لي على عصام وإلا كم يوم بهي جاي إن شاء الله خير توصلنا لحظة لحظة, لحظة 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 خير شوف يا أخي هاي مصايب معروف ومصايب صافية إيه لحظة مخصصات العائلة حسبي الله مسيك أخي مسيك مسيك سلامة خيرك ما في شي يعني شو هدول أخي خلاص تكر على والله بالسلامة بزعل منك والله العظيم بزعل منك ما في مشكلة سلمني على عصام قل له بهي جاي الله معك طول بالك طول بالك السلام عليكم وعليكم السلام عرفتي يا بدر رحتي يخرب بيتكم من حالكم نلقتوني ما في الا بصالحكم ما في الا بتتخانقوا شو هالكازيه راح اروح على بيتي انا بقول لي عالي اغضب عليكم هبسي انتوا الكل طيب عليك تقبريني مشان الله سامحينا والله مو القصد والله احسن فهماني خلص يعني معك والله نحن بنحبك ما عاد فيني اتحملكم خلاص كل واحد ملتهي بمرته وكل وحده ملتهي بجوزته وإلى آخره يا لخ الإخوان على الهامش تاركيني صفر عشمال حرام عليكم ليش أنا شو عملت لكم شو عملت لكم أنا والله ما فهمت إيش لك يا معدو الله يسامحك أنت فهماني غلط لا ماني فهمة شايفة بعيني أنا مو حدا قال لي أنا شايفة ابني اللي جبته من بطني زابلني خلاص أنا بدي ضب كراكيبي وروح على بيتي خلاص لا يمكن أنا مالي ولاد منو بضوي عليك بضوي عليك الله يعزك عزك وحدة سهل أمرك أمانة لا ضبي كراكيبي ويقولي لي لا بدي ضبها أنا بدي لا لا أنا بدي راضية لك أنا بدي راضية ما بيمشي ايه هنوف كم بايوس أي الله كم بايوس طول عليك حاجة فوزي لك حاجة لا بدك شيء خلاص خلاص تقبري لا 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 ما بدي حبيبتي ما بدي خلاص اتركوني اتركوني خربتكم من حالكم شو قليلين زوم تذكري وقت نيمتك هذيك المرة بتذكر لا تكملي بنام لأن لا برجع بكلامي ما بقدر كلامي حد أنا دغري ما برجع يا حبيبتي انتي آخ لك ايه بعدين وشو صار لك يعني اوه فكر حزم الجرم بقى شو صاير لك شوفي طول بقى عدوا اتركنا انت عشان معنا السمع معلم ما قلت بدي اتركهم بس عم لكم هدول اخواتي يعني بتعرف شو يعني اخواتي شو صار يعني شو عرفوا لك يا اخي يوم عرسك يوم عرسك بعيني شفت عدنان ابن الحج الله يرحمه بالله احكي له احكي له لك راح الفهيم الحيوانته راح قال لاخو ما السيد عدنان مين انت شو بدك مني وراح قال له لاخو الثاني اخو الثاني قال له لاخو الاولاني انه خليني انا اتصل اطمن على اخي الثاني بدي اطمنوا عليه شباب خليه يروح يطمن على روحه طمنوا يروح عليه طمنوا شو يعني مو هيك القصه عم لكم اخواتي يعني عندك خلاص ليش احنا شو رحنا بسم الله الرحمن الرحيم شوفي حلمي ماتت وبيت لا كان شو القصة؟ يا سيدي أنا ميمي زعلانة لا تقطعي يا سيدي بسرعة قولي يا سيدي ورح تتبقي لك شو هاد ميمي؟ أنا زعلانة عم تطبخ راضة ورايحة على لندن أنا عندي هي في بنتي غنوف غنوف فيي واليوم مع عدنان بهيج بمرحلة شراشة بلانس قبل المراحل لك هي خلص الميمي يا أمي حاولي تعاقبوا ما عندنا حدا بهالاسم تأكد الله يخليك نحن عاوزينه ضروري يا اخي ارسخته قرب لازم تاخذ نفقته تفضل يا حبيبي ما عندنا ولا طالب بكليه طب الاسنان بهالاسم مو انت اللي اسمه شلو الله يشلو ايه شلو ليكون بكليه الطب البشري والله معقوله يا اخي هلا سالنا هنيك قالوا لنا ما في حدا بهالاسم معناته ما لك غير كليه البيطره بيطره والله معقول يعني لأنه
تحسوا هيك مدري شلون كذا. وين هي كلية الطب البيطرة لو سمحت؟ كلية الطب البيطرة بحمام. بحمام؟ ايوه. يا اخي هو ساكن بالشام عم يدرس بالشام، ما معقول يعني يروح على حمام. ما هون هون هو هون. تفضل. يا حبيبي كونه هو بالشام واسمه مو موجود كلية طب الاسنان، فاكيد رح تلاقيه بكلية الطب البشري. ارجع لهني. ما في مجال. ما في مجال، اسمه مو عندي. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. شلو الله يا بيبي، اذا بتروحي وحياة الله انا لازم حالي بقاصر وقتها قسما بالله. مفكره بس عبده ابنك، وانا كمان ابنك، انا انت كمان من صلبك لصلبه، انا من تبك لتفتونا لتبني، انا مثل تبك انك انت امي مثل هاي اللي هديك. انا باب حسين والله بموت اذا بتتركيني، باب حسين ولا سعني. انا مزبوط يا شباب؟ ايه مزبوط والله. إذا صرتي تبكي والله قلبي بيتشعلب. في محلمي هون، في محلمي هون، في محلمي هون. خذي يا مامي، خذي يا مامي. بس صحي بس صحي. أعوذ بالله. أمي أنت بس والله إذا بتكوني هيك يعني نحن ما في أنا ولا أحد، حتى إذا كنتي بدك تعملي والله أنا لحتى خلي كل هدول وعندك وبحكي مامتي. مضبوط يا شباب؟ مضبوط والله. بكيتيني والله. الله تخليكي ولا يا عمي لا تروحي. خلوها يا شباب. مين حبيبة قلبنا؟ ميمي. ومين الحلوة؟ ميمي. ومين الحنية؟ ميمي. ومين الدلال؟ ميمي. وان شاء الله امشينا. ميمي. خلاص ما حدكم كلياتكم والله اني ما اصالح، ما اصالح حتى لو تطعمني مالح، ما اصالح. شو عمرك؟ وانا معلم. مين انت؟ انا اخو لسمين. مين سمين؟ اخو لبهيب. والله عم يطرف. ايوه عم يطرف. ايوه خلاص. امي مشاء الله، مشاء الله يا امي صالحي. اي والله على حق والله. انا ما بوصل اوصل بس يا شباب كلياتكم ما حد فيني طق. روحوا من خلقتي يا وام. اتركوني انا وحبيب قلبي المي هاي تبعك. مين حبيبي؟ انا اتركوني مع حبيبي بيكا ابو سطيف الغالي. حبيبي روحوا يلا. ميمي حلوة مثل القمر يا سبحان الخالق لك سطحت الدم.
شال الله وين سمين.